نعم، تعويذة الثورة محطة، هتيجي بولاعة على ظهر تذكرتك وراها وهتفسخ بيت بلوبيف. دي تعويذة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الجملة دي؟ ثورة محطة، هتيجي بولاعة من على ظهر تذكرتك وراها وهتفسخ بيت بلوبيف. دي جملة معقدة جدا. جلال ايه يا بابا؟ ايه يا بابا مالك؟ بس صحيت لقيت ايه؟ ايه هي جات لك؟ انت موعد يلا؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا حاج؟ بص مكتوب ايه؟ ما تحاولش، محدش هيشوفها غيرك. طب ده معناه يا ابني؟ معناه ان انا وانت قدرنا بقى واحد يا حاج. يلا اسود ولازم نواجه ونحله مع بعض. بالراحة كده قول لي مكتوب لك ايه بسرعة. ايه؟ مكتوب الثعلب البكار. خد ورك الفرخه وطار. جمعه اجازه. نهار اسود، دي اصعب من اللي عندي بكتير. قال جمعه اجازه؟ معناها ممكن يبقى ايه طيب؟ اصعب ايه اهبل يا ابن الهبله؟ انت صدقت؟ بتشتغل ابنك يا حاج؟ انا ما كنتش اشتغل. اشتغل مين؟ ما انا ما اشتغلتش. يا نبي، اصل يا ناس متجوزه عسليه. يلا تعالي فكني قطنيه.